الحوزة العلمية في النجف الأشرف، ذهب إلى المدينة المنورة لأداء مناسك الحج. بعدما أكمل مناسك الحج التقى برجل من سكنة المدينة فقال له: من أين أنت يا أخ العرب؟ قال له: من العراق. قال له: أين في العراق؟ قال له: أنا طالب في النجف الأشرف. فقال له: بعد أن تستكمل مناسك الحج هل ستعود إلى العراق؟ قال: بلى. قال له: لماذا لا تبقى عندنا في المدينة؟ نزوجك ونعطيك سيارة ونعطيك بيت وراتب وتتعلم وتتعمم إن شئت، بالإضافة إلى أن الله سبحانه وتعالى فضلنا عليكم بعدة نقاط. قال له: بيش فضلكم علينا؟ قال له: جعل الكعبة يمنه وما خلاها ينقر، وخلى بير زمزم يمنه وما خلاها ينقر، وخلى يمنى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وما خلى يمنى، ما قالوا عالي، وخلى يمنى دار الأرقم اللي أسسوا به الدعوة الإسلامية وما خلى يمنى. بعد انت شعدك راجع للنجف؟ جاوب هذا الطالب: خلي بالك. يعني قال له: إذا يمكم الكعبة وبيتكم زمزم، وإذا يمكم محمد يمنى ابن العم، وعلي نفسه محمد بالنفس والروح، وقل لي الواحد على اثنين يتقسم. اذا يمكم الكعبة وبيتكم زمزم، واذا يمكم محمد يمنى ابن العم، وعلي نفسه محمد بالنفس والروح، وقل لي الواحد على اثنين يتقسم. علي نفسه محمد يشهد الاسلام، لان لو ما علي الاسلام ما يسلم. علي نفسه محمد يشهد الإسلام، لأن لو ما علي نفسه محمد يشهد الإسلام، لأن لو ما علي الإسلام ما يسلم. علي نفسه محمد يشهد القرآن، والقرآن ويا المرتضى أقلم. علي نفسه محمد حتى بالأحكام، وش حللوا حرم حللوا حرم، وانت تريد عوف ولاية الكرار، واسكن بالمدينة هناك وتعلم. ولك انا ما اقول لك محمد بالغدير اش قال صلى الله عليه وآله سلم، وما اقول لك رفع يا كف وشعلك نار لان طاري علي يخليك تتلأثم، وما اقول لك محمد بالوداع اش قال صلى الله عليه وآله سلم، وما اقول لك رفع يا كف وشعلك نار لان طاري علي خليك تتلأثم، وما اقول لك محمد هو داح الباب لان دومك تمس ما تريد تتفهم، وما اقول لك محمد نفسه داح الباب لان دومك تمس ما تريد تتفهم.